وصفتنا النهارده صنف حلو. الحلويات من الحاجات اللي صعبة شوية على ناس كتيرة بتكسل تعملها أو ما بتحبش إن هي تعملها. النهاردة وصفة الحلو بتاعنا ولا محتاجة فرن ولا محتاجة بوتاجاز وسهلة جدا، وممكن ولادنا صغيرين يساعدونا في تحضيرها. هنعمل ليزي كيك بس بشكل مختلف، تابعوني عشان تشوفوا الوصفة. مكوناتي بسيطة جدا زي ما قلنا في أول الفيديو: زبدة، كاكاو، لبن مكثف محلى، أي بسكوت شاي إحنا بنحبه بس يفضل إن هو يبقى بسكوت مقرمش شوية. حلاوة الوصفة دي في سهولتها، وان انا ممكن اشتغل من غير معيار، ممكن اشتغل بالسنس. اول حاجه هبدا بيها، انا محتاجه زبده بحراره الغرفه، وطبعا على حسب كميه الافراد. تقريبا هحط كوبايه زبده، هضرب الزبده، هنزل الكاكاو الخام، بيبقى من معلقتين لثلاثه على حسب ما احنا بنحب طعم الشوكولاته، وكل ما كان نوع كويس كل ما كان هتدينا نتيجه احلى. بعد ما ضربت الكاكاو والزبدة هنزل اللبن المكثف. ده قوام الخليط معايا، اللي هو اللبن المكثف والكاكاو والزبدة، يعني ما بخليهوش تقيل قوي ولا خفيف قوي. بسكوت الشاي بعد ما كسرناه قطع صغيرة هنزله. دايما ببدأ بشوية بسكوت حبة حبة على حسب المعيار، ما يلم معايا احتاج زيادة بروح مزودة بسكوت. كده المكونات كلها تشربت من بعض والبسكوت اتغطى بالخلطة اللي كنا عاملينها. كده جاهز ان انا اصبه في التارت. نزل بقى هسويه. اللي احنا متعودين عليه في الليزي كيك العادية ان احنا نفس المكونات دي بناخدها نحطها في كلينج فيلم ونلفه رول وندخله الفريزر وبعدين يتقطع سلايسز ويتقدم. هنا الموضوع اسهل والشكل كمان هيبقى احلى. عايزة اقول لكم كمان حاجة، اللي ما عندوش صينية تشيز كيك او اي صينية اللي هي بتبقى القاعدة منفصلة او صينية تارت زي اللي انا عاملة فيها دي، هنجيب اي صينية عادية ونحط فيها ورقة زبدة او ورقة ستريتش قبل ما اصب الخليط عشان يبقى سهل ان انا ارفع بسهولة. كده بعد ما سويته كويس انا بعمل بس شكل عشوائي كده علشان ايه اما نيجي نقدم يبقى الشكل ظريف. كده تارت الليزي كيك جاهز معايا، هدخله فريزر على اقل ساعة. على ما التارت يمسك في الفريزر هنجهز حاجه، دي اختياريه، ان انا ازين التارت بشويه كريمه وكريمه شوكولاته، ممكن باي حاجه تانية عندنا، ممكن اسيح شوكولاته وازوق بيها التارت، ممكن شويه مكسرات على الوش، اي حاجه زي ما قلنا دي اختياريه. هنزل كوبايه من كريمه الحلويات وعليها شويه سكر باودر واضربها لغايه ما القوام يتقل. كده الكريمه جاهزه معايا، هزود لها كريمه الشوكولاته بالبندق. هننزل شوكولاته للبندق، خلط كله بقى. لو عايزه اغمق اللون شويه ممكن ازود كاكاو. كده التارت بعد ما مسك وجاهز معايا، هزينه بقى بوردات بسيطه قوي من كريمه الشوكولاته اللي احنا ضربناها. شوية كور شوكولاتة كده أو بندق أو أي حاجة عندنا نحلي الشكل أكتر. كده الليزي كيك جاهزة معايا بشكل جديد ومختلف وسهل وسريع. يا رب تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.